في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، فخص الصوم بإضافته إلى نفسه، وهذه التي يسميها أهل الأصول بفاء التعليل، فإنه أو فأنه، فهذه الفاء مع إن تفيد التعليل، فخص الصوم بإضافته تعالى إلى نفسه دون سائر الأعمال. وقيل السر في ذلك أن الصيام أمر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لذلك قيل أن الكتبة أن الحفظ لأن الحفظة لا تكتبه، وليس فيه رياء، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، قالوا وذلك لأن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، حتى أن الحفظة لا تكتبه ولا يدخل فيه الرياء. ثم علل أهل العلم ذلك فقالوا فإن الله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، لذلك أعظم الأعمال وأفضل الأعمال التي تكون بينك وبين ربك ولا يطلع عليها أحد، وأعظم الصدقات كذلك التي تكون بينك وبين ربك حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك. فقالوا في هذا التعليل فإن الله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينهم، وكذلك أهل محبته وأهل طاعته يحبون أن يعاملوا ربهم سرا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه.